المقابله اللي تكون بدون جمهور هي مقابله في صالحنا احنا كفريق يستقبل برا، تكون ان شاء الله تكون هذه نقطه ايجابيه وعامل محفز لنا وين ما يكونش الجمهور تاعهم حاضر، وان شاء الله يكونوا اللاعبين في اليوم تاعهم ويؤدوا مقابله تشرفهم وتشرف المرتبه اللي راه فيها وتشرفنا حنايا كذلك كاطار فني، ونعودوا على الاقل الى ارضي فقنا بنتيجه بنقطه واحده اللي تكون تساعدنا على باقي المشوار ان شاء الله.